هاد الفئه ديال الفيسبوك مي ما خاصناش نمشيو يعني نشدوا لها جوج من هذيك الطريقه. يعني حاجه عاديه انه احتفل بهذيك الطريقه كيف يعني شفنا راموس في اخر مره في ماتش ديال الاتليتيكو احتفل بالطريقه ديال غريزمان، ما كان حتى شي رد فعل. لا بالنسبه لي انا الناس اللي كيطالبوا اللجنه الاخلاقيات باش يعاقبوا الهجوج ما كنتش كاين شي حاجه اللي دارها اللي ممكن تستفزات لا جمهور الرجاء ولا يعني الناس كيقولوا كيف ما هما بكايا. يعني هما المشكل ديالهم انهم تابعين الخزعبيلات، يعني باش يمشيو يشوفوا المشاكل ديالهم ويتبعوا الصميم ديال المشاكل ديالهم اللي كاينه في الوسط ديال الاداره ديال الرجاء الوداد، وكيتبعوا هادشي ديال البكا هادي ديال كلينيكس هادي من هنا هادي من هنا. ما كنظنش ان رضا الهجوج دار شي حاجه اللي ممكن يتعاقب عليها ولا لي شي حاجه اللي ممكن فقط هو يعني هذيك الطريقه الاحتفال ديالو وجهها لواحد الفئه ديال الفيسبوك. السلام عليكم. هذيك اللقطه اللي دار الهجوج البارح لا تموت الاخلاق الرياضيه بصفه. ماركيتي بيت انت كنتي لعاب في الوداد، ماركيتي على الرجاء، فرح في الداخل ديالك، ماشي شي واحد ان الانسان يفرح. ولكن باش دير هذيك اللقطه بحال هكاك غدا ولا بعد غدا تلاقى مع شي واحد اللي هو متعصب، فين غادي تولي انت وياه؟ تولي غير في الزنقه، فين غادي تولي حتى انت وياه؟ شي واحد اللي صافي بقى شاده في قلبه. علاش هاد اللقطات كيوقعوا بحال هكا؟ الله اعلم. الجامعه خاصها تاخذ فيه قرار، لان كما كانت خداته في بن حليب نهار فاش كان بدا كيهضر من ورا الماتش ديال الفتح ما عطلاتوش سير بلاص خدات فيه قرار. حتى الجامعه خاصها تاخذ في الهجوج هذا القرار هذا حتى هو، وباش ما تزرعش هذيك العداوه بين اللعاب ديال الوداد ديال الرجاء. حنا كنبقاو راه كنا في الاخر راه حنا صحاب، راه حنا خوت، كنضحكوا مع بعضياتنا بالاحترام ايه، ولكن باش كتوصل وسط الاذاعه ودير بحال ديك اللقطه اسمح لي راك غير محترف، سير عاود راسك. بالنسبه للمشكل ديال اللي طرا ان اللاعب هجوج دار ديك يعني الحركه غير لا رياضيه، انك سجلتي هدف ما هي الا مباراه عاديه ديال 3 بوان ديال البطوله، سجلتي هدف هذا كيدل على انه الحقد اللي في قلبه واللي هز جيت فريق الرجاء البيضاوي والازمات اللي عاشهم هو وفاش كان فريق الوداد البيضاوي، عاش واحد الازمات نفسيه لا هو لا الحواصلي اللي يقول يعني عاشوا ازمات. بالنسبه لهم هما الفوز على فريق الرجاء العالمي راه سي نورمال، كيبان لهم انجاز كبير بحال فازوا على فريق اف سي برشلونه راه سي نورمال. بالنسبه لي انا كنشوف يعني الهجوج مسائل لا اخلاقيه باش تعامل بديك الطريقه، وهادشي يعني الناس ديال الجامعه اللي كيشوفوا غير الجمهور شنو دار شغاب هادي خصنا انت حنا نديروا واحد التفاته للاعبين وتكون واحد شويه ديال الصرامه. يا سي القجع اللي كتشوف غير في الخاويات خاصك تشوف هنا فين خاصك تبان، هنا فين نعرفوك حنا راك رئيس ديال الجامعه. كنت نتبع مباراه الفرق الرجاء الرياضي البيضاوي واولمبيك خريبكا. حنا ما هضرش الهزيمه ديال الرجاء الرياضي البيضاوي، غنهضروا على اللقطه اللي دار اللاعب الهجوج. تبين عدم الاحترافيه ديالو، وخاص يعرف انه بهاد اللقطه اللي دار راه غيثير فتنه وشغب. وعلى ما سمعت انا في بعض الجرائد اليوم ان اللجنه الاخلاقيه التابعه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم غادير اجتماع باش تنظر في هاد اللقطه هادي، لان غير لقطه وحده ولا جيست راه تتنوض واحد الفتنه. دابا بحال الهجوج هذا الا خرج الشارع وتلاقاو مع جمهور هذا الراجل غيتعاملوا معاه مزيان، غيتعاملوا معاه مزيان لانه دار لقطه وحده يخلي الالاف ديال الجماهير تحقد عليه. وعلاش خاصك يعني المشكل اللي باقي اخويا عندنا هنا في المغرب هو ان اللعابه مازال ما احترفوش. اش هو الاحتراف؟ الاحتراف راه ماشي تلعب في فرق كبير، الاحتراف خاصك يكون عندك في عقلك، خاصك تدخل الملعب، خاصك كيفاش تعرف كيفاش تلعب كره بذكاء، تعرف كيفاش تتعامل مع الجمهور، تعرف كيفاش تحيي الجمهور ديال الخصم، هذا هو الاحتراف. صراحة الهجوج لاعب ودادي ومن صغره وعزيز عليه الوداد، والصراحة هذاك الشيء اللي دار كنقدروا عليه حيت جا عطاهم الصورة ديال بصح رجاء بكاين بسبب الشغب، ودار داك الشيء داخل الملعب دونك فهمتي كيبقى بينه وبين الزملاء ديال كنختموها بهاد اللقطة هادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.